يدخل علينا بلا ما يخرج من ذوك الصفحات. القانون واضح، المقابلة ديال اللانجا مع الإفريقية ولا المقابلة ديال البطولة، هادو بجوجهم كيخصهم باش يمكن لهم يتبرمجوا وباش يمكن أنه يتلعبوا، كيخص قرار استثنائي من السلطات الصحية اللي صدرات قرار بإلزام فريق الرجاء البيضاوي بحجر صحي لمدة 10 أيام. داكون، هذا فريق كيعيش حالة استثنائية، عنده قرار سيادي خصو يطبق بالفور يا الشيفور وبالرغم من جميع المؤسسات التي ترعى الرياضة في هذا البلد السعيد. إلا بغينا استثناء ونخرجوا على هذه القاعدة هذه، كيخص رخصة من السلطة الأعلى التي أصدرت قرار الحجر، هي اللي خصها تعطي رخصة استثنائية باش الرجاء تلعب المقابلة الإفريقية وباش الرجاء تلعب المقابلة ديال البطولة. فلا أظن أن موسي الرجاء بهذا الغباء، لا أظن أن مسيد الرجاء بهذا الخبث، لا أظن أن مسيد الرجاء بهذا التحامل وبهذا الحقد، لدرجة أنهم يريدون أن تخسر الرجاء مقابلتها مع وجدة، لأنه لعب بالشبان أو بالفريق الذي لم يتنقل إلى جنوب إفريقيا، فهذا ضمان ل3 نقاط للمولودية الوجدية، فريق ينافس على المرتبة الثانية، ما نساوهاش، ينافس على الصفوف الأمامية، إذا كأننا كنعطيوه 3 نقاط. فإذا مشاو تداروها المسؤولين ديال الرجاء وتنازلوا حقهم وقبلوا أن هذه المقابلة تلعب وتلعب بالفريق، فكاين حالة واحدة اللي تقدر تلعب فيها الرجاء واللي خصهم يديروها، هي أنه إذا اضطرينا أن نلعبوا خصنا رخصة استثنائية من السلطات باش يعطيونا أن دوك اللاعبين يخرجوا من الحجر، اللاعبين الأساسيين يخرجوا من الحجر ويمشيوا يلعبوا الماتش، وهذيك الساعة من ورا الماتش يرجعوا للحجر مباشرة. فهذا هو الاستثناء اللي خصو يكون، كما عندنا استثناء ان نلعبوا مع جنوب افريقيا كذلك بمقتضى رخصة استثنائية. ففي غياب رخصة استثنائية لا يجب ان نلعب مقابلة وجدة، ويجب ان نطالب بتأجيلها، وعلى الرجاويين الذين يسيرون مكتب المسير ان يكونوا في مستوى تسيير فريق الرجاء البيضاوي ويبينوا لنا كما تيقولوا. بالنسبة للاعبين، كنعاود نحييهم على القتاليه ديالتهم في ماتش ديال اورلاندو بيراتس، وكنحيي كذلك الناس اللي المدرب والطاقم التقني اللي كانوا في المستوى، لا بالنسبه للتغييرات وبالنسبه لتدبير المقابله وبالنسبه للرسم التكتيكي اللي كان في المستوى. فتحيه لهم جميعا، وعدنا فيهم الثقه ان شاء الله غادي ينجحوا وغادي يوصلوا الفرقه لبر الامان. تحياتي لجميع الرجاويين، الى اللقاء في لايف مقبل. اللايف المقبل الاخوان انا كنقولها لكم من دابا، ان شاء الله غادي يكون يوم الخميس، وان شاء الله غادي يكون يوم الخميس اذا ما كانتش المقابله ديال وجده، اذا كانت غادي نديرو اما الجمعه يا اما الاربعاء. اللايف المقبل ان شاء الله يكون من يوتيوب، من القناه ناسيك تيفي من يوتيوب، اللي بغى هو هذاك، اللي ما بغاش شغلو هذاك، واللي من وراه ان شاء الله ديال الاثنين ولا بحال اليوم غادي يكون فيسبوك، مره من هنا مره من هنا، باش يتفضل باش شويه لصحاب يوتيوب وشويه لصحاب فيسبوك، باش ما يقولش بنادم راك ميكتي اصحاب فيسبوك. هذا هو اللي كاين. فتحياتي لجميع الرجويين، الى اللقاء في لايف قادم، دمتم بخير والى اللقاء.